هو الانتقال ديال وليد ازارو للنادي الاهلي هو انتقال يعني عنده بزاف المؤشرات. المؤشر الاول ان البطوله الاحترافيه ولات كتعطينا لاعبين يقدروا يحترفوا بواحد القيمات اللي هما مهمين، وهذا دافع معنوي للاعب المحلي. انتقال بيان سيغ كتكون استفاده ماديه ديالنا ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي، وفي حاله عدم الانتقال ديالو مره اخرى الفريق الثاني غيستافد منه، وكتستافد منه حتى الفريق الام يعني الفريق الهواة ديال ادرار سوس.